بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا التاريخية التثقيفية، وحلقتنا اليوم بعنوان خيانة والي عكا. انتشرت هذه العبارة في كتب التاريخ وفي الأعمال السينمائية، ومنها فيلم الناصر صلاح الدين، وصارت عنها في الآونة الأخيرة لغط كبير، وأن والي عكا في زمن صلاح الدين كان هو بهاء الدين قرقوش ولم يكن خائنا، وأن التاريخ مزور وصدع أدمغتنا أشباه المثقفين وأنصاف المتعلمين ومدعي الدفاع عن الدين بأن التاريخ مزور وأن والي عكا لم يكن خائنا، وهم لا يعلمون من التاريخ إلا قشور. فتعالوا معي لنعرف ما هي القصة الحقيقية لخيانة والي عكا. في نهايات القرن الخامس الهجري سنة 497 هجرية تحديدا، استولى الصليبيين بقيادة بلدوين الذي كان ملكا للقدس على عكا. وعكا مدينة حصينة نصفها في البر ونصفها في البحر، ولها أسوار شهيرة استعصت على كثير من الغزاة وعلى حملة نابليون بونابرت في التاريخ الحديث. سنة 97 كان هناك والي من قبل الخليفة الفاطمي الحاكم لمصر على عكا. هذا الوالي يسمى أبو المظفر بنا، أو زهرة الجيوش بنا. المهم له اسمين، هو اسمه بنا. هذا القائد قاوم الفرنجة والصليبيين حين احتلالهم 497. خد بالك من التاريخ علشان هنيجي لموضوع بهاء الدين قرقوش ونعرف الناس حصل عندها خلط ازاي. طيب الراجل ده بعد ما دفع شوية لقى ان هو هينهزم، ففر من المعركة ولجأ إلى أمير دمشق ليتوسط له عند الخليفة الفاطمي في مصر، وتوسط له عند الخليفة الفاطمي، وعاد أبو المظفر الجيوشي هذا أو زهرة الجيوش بنا إلى مصر، واعتذر للخليفة الفاطمي الذي كان يسيطر على الحكم في مصر، وأنه كان هذا الأمر والهزيمة خارجة عن إرادته، ولكنه حكم وتم حبسه لمدة 13 عاما بتهمة الخيانة. ده كان في نهايات القرن الخامس الهجري. طيب احتلت مدينة غزة، القدس محتلة، جميع مدن ساحل الشام محتلة إلى أطراف العراق ما عدا مدينة دمشق التي كانت تحت سلطان السلاجقة سلطان محمد ابن ملك شاه ابن ألب أرسلان في هذا الوقت، ثم تلاه ولده محمود ابن محمد ابن ملك شاه ابن ألب أرسلان، إلى أن سيطر عماد الدين زنكي على ملك الشام، ومن بعده ابنه نور الدين محمود زنكي الشهيد. ظلت مدن الشام صور، صيدا، يافا، حيفا، عكا، طرابلس، أنطاكيا، كل مدن ساحل الشام محتلة من قبل الصليبيين لمدة ما يقارب من 100 عام، وطبعا القدس، إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي في سنة 64 واستولى على حكم مصر بعد وفاة الغاضب آخر الخلفاء الفاطميين في مصر. بدأ صلاح الدين في مناهضة الصليبيين، وبرضه الصليبيين كان لهم جولات هنا في مصر في أواخر حكم الغاضب الفاطمي. ثم بدأ صلاح الدين ينطلق من مصر إلى الشام ويحارب الصليبيين والفرنج في أرض الشام، واتصلت حروبه إلى حين وفاته سنة 589. حرر صلاح الدين القدس وكثير من مدن الشام ومدن الساحل من الصليبيين،
وبعد معركة حطين بدأ الجيوش الأوروبية تتوافد، وكما رأيناها في فيلم ناصر صلاح الدين، فقد كانت هذه الموقعة الرئيسية التي صوروها والأبراج الخشبية العملاقة التي أحرقها الجنود المسلمين في نهاية الأمر كانت في حصار. تمانين استطاع صلاح الدين تحرير مدينة وطردهم، وعين فيها الأمير الكبير بهاء الدين قرقوش ليقوم، معه مجموعة من القوات، لم يكن قرقوش وحده في سنة 83، 583، خد بالك من التواريخ علشان تعرف الدنيا ماشية ازاي. طيب صلاح الدين اتخذ من مدينة عكة، عكة خلينا احنا نقول غزة، احنا بنقول ايه عكة، فعكة المدينة الحصينة استردها صلاح الدين سنة 83 من الصليبيين، واتخذها قاعدة له، بدأ ينطلق منها ويهاجم باقي المدن التي لا زالت محتلة. سنة 586 عاود الصليبيين حصار غزة، يعني حصار عكة، عاودوا حصار عكا عفوا. في هذه الآونة كان بهاء الدين قرقوش هو والي عكا، وحوصر فيها لمدة ما يقرب من سنتين أو ثلاثة، والفرنج محاصرين لمدينة عكا، وصلاح الدين يناجزهم من البر وهم يحاصرونها من البحر، والأسطول المصري يذهب إليهم لتقديم الإمدادات خلصة من البحر، وظلوا في عكا كذلك إلى أن توافد ملوك أوروبا بقيادة فيليب أوغسطس. طريق القسطنطينية لينضم إليهم، فثار الفزع في نفوس من بداخل عكا وفي نفوس من بخارجها، واهتزت الشام لأن جند الألمان كانوا حوالي 40,000، وكانوا جنود مسلحين وأشداء في القتال، إلا أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم مرضا فلم يصل منهم إلى ساحل الشام إلا القليل، وهلك ملك الألمان في هذه الرحلة. المهم أن صلاح الدين لم يستطيع فك الحصار عن عكا طوال هذه السنوات، وبدأ من بداخل عكا التفاوض مع الجيوش الصليبية المحاصرة لعكا لكي ينجو بمن داخل عكا من الجنود ومن الناس، ويبرموا معاهدة صلح. عند ذلك في أحد الأمراء ويسمى سيف الدين علي ابن أحمد الهيكاري ويلقب بالمشطوب، تفاوض مع الفرنج واتفق معهم على تسليم مدينة عكا وأن يخرج من بها سالمين. دخلوا في معاهدة، في بهذه المعاهدة دخل ملوك الفرنج إلى عكا واحتلوها، ثم غدروا بمن فيها وأسروا الأمير بهاء الدين قرقوش ومن معه، وبدأوا أنهم يطلبون فدية، وهي عبارة عن أسرى الصليبيين في معركة القدس، الأسرى اللي أسرهم صلاح الدين، وصليب الصلبوط اللي هو بيزعمه إن عيسى ابن مريم عليه السلام صلب عليه، وكان صلاح الدين استولى عليه عند دخوله إلى القدس، ومبلغ من المال يدفعه صلاح الدين لفداء هؤلاء، ولم تتم الصفقة ولم يتم الإفراج عن الأسرى إلا بعد مهاجمة المسلمين داخل عكا نفسهم لقوات الصليبيين والفرنج فيها، واستطاعوا فك الحصار، وتحرر الأمير بهاء الدين قرقوش ومن معه من الجنود ومن القادة. فهنا الخيانة المقصودة لولي عكا هي هروبه قبل صلاح الدين بحوالي 90 سنة عند الاحتلال الأول لعكا وليس قرقوش. فخرج علينا في الآونة الأخيرة يقولون إن التاريخ مزيف وإن قرقوش لم يكن خائن، ومن قال لكم إن المقصود بولي عكا الخائن هو قرقوش
المقصود به يا والي عكا الخائن هو الوالي من قبل الفاطميين على عكا اللي هو يسمى ابن بنا. وإذا أردت أن تستوثق من التاريخ فعليك بكتاب الكامل في التاريخ الذي يحكي فترة صلاح الدين والحملات الصليبية. نحن عندما نراجع التاريخ نراجع الكتاب الأقرب إلى الفترة التي كانت فيها الأحداث. فابن الأسير هذا توفي سنة 630 هجرية وكان معاصرا لأحداث الصليبيين وصلاح الدين الأيوبي. فإذا أردت أن تعرف شيء عن صلاح الدين الأيوبي فعليك بهذا الكتاب اللي هو كتاب الكامل في التاريخ. طيب في تاني نجرة لمين؟ نجرة للمقريزي، لأن المقريزي هو مؤرخ مصر الأول وعاش في مصر طوال حياته، فله كتاب اللي هو إتعاظ الحنفاء بأخبار الفاطميين الخلفاء. الكتاب ده اللي هو إتعاظ الحنفاء بأخبار الخلفاء الفاطميين للمقريزي، يذكر فيه واقعة انسحاب قائد الفاطميين في عكا سنة 497 وعقاب الخليفة الفاطمي له بالسجن لمدة 13 عام، ثم أخرجه وعفى عنه بعد هذه الفترة. إذا أردت أن تعرف التاريخ فعليك بالمصادر الموثوقة. ولكن خرج علينا رواد اليوتيوب والفيسبوك بقشور من المعلومات ليشوشوا على الناس ويتهمون بأنهم خدعونا وأن التاريخ مزور. من الذي خدعنا؟ إن هؤلاء الذين كتبوا التاريخ كتبوه من مئات السنين وما قصدوا أن يخدعوك. نحن الذين لا نتلقى المعلومة بطريقة صحيحة، ونحن الذين خلطنا الأمور واختلط الحابل بالنابل وأصبح من يعلم ومن لا يعلم يتحدث. إذا كنت أنت راجل مش متخصص في التاريخ بس عايز تتكلم في التاريخ، يبقى عليك أن تدرس وأن تقرأ في أمهات الكتب وفي مصادر مختلفة، أو ترجع إلى المختصين قبل أن تتحدث في حدث تاريخي معين أو تقول إنه مزور. في معركة عكا التي كان قائدها بهاء الدين قرقوش، كان فيها معركة الأبراج الشهيرة اللي حضراتكم شفتوها في العمل السينمائي اللي هو فيلم النصر صلاح الدين. وهذه الأبراج كانت بارتفاع حوالي 35 متر، والبرج الواحد فيه 70 جندي صليبي، وكانت بتتخطى الأسوار والتحصينات وتهاجم المدن الإسلامية، وكانت مغطاة بجلود الحيوانات وبمواد لا تشتعل، فلم يستطيع المسلمين إحراقها بالطرق العادية. فكان هناك واحد في دمشق اللي هو الدمشق اللي احنا شفناه في الفيلم ده، الراجل ده يسمى ابن عريف النحاسين، كان لكل مهنة واحد كذا نقيب يسمى العريف. فكان عريف النحاسين في دمشق له ولد يسمى علي ابن عريف النحاسين بدمشق. الراجل ده كان مشغول بصناعة الكيمياء، والكيمياء كانوا بيعتبروها في الوقت ده نوع من السحر. الكيمياء اللي هو تخصص فيها النهاردة نتكلم عن المفرقعات، بدأ ان هو يطور النفط اللي هو الزيت او البترول، الزيوت العادية اللي انت بتولع بيها ديت، يطورها ويعملها بحيث ان هي تبقى شديدة الاشتعال ولا يمكن اطفائها بالماء. مواد كده اخترع هذا النبل، وكان الناس جرفانين منه او تعبانين منه، يعني بتأففوا منه ويبتعدوا عنه لاتهامه بالسحر. الراجل ده تصادف ان وجد داخل مدينة عكا أثناء حصارها، فذهب إلى بهاء الدين قرقوش وقال له أنا أحرق الأبراج فدعني أجرب. فتأفف منه قرقوش مخنوق من الحصار، قال له إن أهل الصنعة النفاطين لصنعة إلقاء الزيوت المشتعلة قد فشلوا، فستنجح أنت فيما فشل فيه أصحاب الصنعة. قال دعني أجرب. فقال من حول قرقوش له دعه يا أيها الأمير نجرب فلن نخسر شيئا، نحن محاصرون. ثم أتى ابن عريف النحاسين هذا أو من لقب في الفيلم السينمائي بالدمشقي،
وعمل ايه؟ هم كانوا بيضربوا يعني شعل من النار مشتعلة هذه الابراج فلا تصيبها، ولكن هو اتى بالسائل الذي اكتشفه واخترعه ده وصنع منه كمية كبيرة، وبدأ يضعها في جرار من الفخار ويضعها في المنجنيق. المنجنيق بيقذفها على الابراج، ما فيش ولعه، فالجنود الصليبيين يضحكوا بيقولوا انتوا بتعملوا ايه ده، انتوا بتحرقوا الابراج بالميه. فضل لغايه ما اغرق البرج كاملا بالسائل شديد الاشتعال، ثم اتى بقدر فيه نار وقذفه فاشتعل البرج عن اثره ومات بداخله 70 من الجنود لم ينجو منه احد. وتمكن المسلمين في هذا الوقت بتدمير الثلاث ابراج العملاقه التي كانت تحاصر مدينه عكا. ده موضوع الابراج وموضوع الدمشقي واختراع لها وموضوع والي عكا، وان الخيانه دي كانت خيانه عسكريه، ان هو انسحب الراجل ده، وان في واحد تاني اثناء صلاح الدين راح تفاوض، ولكن التفاوض هذا كان مشروع، لان صلاح الدين نفسه سلم بعض المدن بمعاهدات حتى ينقذ من بداخلها من المسلمين. هذه هي الحقيقة التاريخية، وهذه هي المراجعة لمن أراد أن يعرف. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي محمد عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.